في الجلسة العامة فمازوس قوانين اللي هو القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. الحاجة اللي لازم نعرفوها على هذه القوانين إن جهة المبادرة هي كانت الحكومة. جهة المبادرة من واجبها أن ترجم السياسات اللي قاعدة تعلن عليها في العلن. إحنا نعرف فما حرب على الفساد توا، هذه الحرب لازمها تترجم ليس فقط في الشكل الآني لها في الإيقافات إلى آخره، لازم تترجم في القوانين اللي دافع عليها جهة المبادرة. يعني اليوم سماد بن غربي يقود فريق اللي عمل المبادرة هذه ويهز مشروع قانون، وهذا المشروع القانون يتعارض مع مصالح تونس، يتعارض مع مصالح الدولة. المفروض أن يقع على الأقل استشارة الهيئة الموجودة حاليا وكفاحة الفساد قبل عرض القانون هذا في مجلس النواب، والحال ما صارش. الاستشارة الوجوبية لم تفعل وهذا مخالف للدستور، والمسألة على القضاء طاح فيه، هذا يسمى لورد بيبليك كونسيونيل. كي تبدا ليد القانون يجبدك باش تستشير سي الشماري كما تستشيروش راك تطيح دستوريا تطيح. المسألة الثانية مخالفة أخرى للدستور، مسألة بديهية، كي أحمد السوابي ترشح في الهدايا وأنت توني با داكور وتطعن في تسميتي تشكي مرة برا، والحال أن الدستور يلزم بالتقاضي على درجتين، أكثر شيء يعملوا دستور ويخالفوه هما صراحة. هنا على الأقل كل 200 متاع حزب في هذه الهيئة لازم يتنحى، تعرفش عملوا؟ قالك اللي عنده ما عنده خطط وظيفية مسؤولية مركزية حزبية أو محلية ما يدخلش، ياما المنخرط ينجم يدخل. دونك هذه كارثة كبرى وخطر كبير. دونك تحجيم هذه الهيئات ممكن جدا عبر الفصل هذا 37. ما فماش ضابطة عدلية أصلية، الضابطة العدلية الفصل 9 تقتضي معاينة الجرائم البحث فيها والتفتيش وتقديم الملف للعدالة، هذه عندنا مشكلة كبيرة.